هنروح لطبعا خبر جديد، هداية ملاك لعبة التايكوندو الأولمبية بتاعتنا أصيبت بفيروس كورونا. ألف سلامة هداية، إن شاء الله تخفي وترجعي بألف سلامة. أنا بس اللي ما يعرفش هداية طبعا لعبة منتخب مصر حققت الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو، وهي واحدة من 4 لاعبين اتأهلوا لأولمبياد طوكيو السنة الجاية. وهداية طبعا هتخضع لعزل منزلي لمدة أسبوعين، وهتتناول فيه البروتوكول المعتمد من وزارة الصحة. ألف مليون سلامة، زي ما احنا بنقول الفيروس قريب جدا من اللعيبة، كل واحد لازم ياخد باله. يمكن اللعيبة أكتر بيتعرضوا عشان السفر والاحتكاكات والكلام ده كله، ولكن لابد من أخذ في الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية. هنروح للمصارعة، 13 لاعب بيشاركوا في معسكر فريق المصارعة استعدادا لبطولة العالم هتلاعب في صربيا من الفترة من 12 ل 18 ديسمبر. الحقيقه في 13 لاعب، هم هيثم فهمي وزن 60 كيلو، محمد ابراهيم كيشو وزن 67، ابو حليمه وزن 72، محمود خالد وزن 77، محمد مصطفى 87، محمد علي جبر وزن 97، عبد اللطيف منيع وزن 130 كيلو جرام. والمصارعه الحره معانا عمرو رضوان وزن 75، وخالد مسعود في وزن 97، ضياء جوده وزن 125. ولو رحنا للمصارعه النسائيه هنلاقي في 3 لاعبات، ندى مندي وايمان عصام وسمر حمزه. كل التوفيق للمصارعه، المصارعه ورفع الاثقال هم اكتر اتحادين بيحط عليهم او بتحط عليهم اللجنه الاولمبيه المصريه اعتماد كبير او امل كبير في الحصول على ميداليات اولمبيه. وهو التاريخ الاولمبي مع الاتحادين دول او مع اللعبتين دول الحقيقه اغلب الميداليات داخله من خلالهم. فالحقيقه كنا محتاجين نحط الضوء على المصارعه لانه الحقيقه لعبه مهمه جدا اولمبيا، ونتمنى التوفيق في بطوله العالم القادمه طبعا للمصارعين. الحقيقه حصل احداث برضو متعلقه بالمصارعه، احداث للاسف مؤسفه، حصل خناق على باب المركز الاولمبي للمعادي. اللجنه الاولمبيه وطبعا مذكره لجنه القيم واللي اقرت شويه عقوبات الحقيقه صعبه شويه على او رادعه شويه للمشكله اللي حصلت. خناق حصلت قدام باب المركز الاولمبي المعادي، كان بين سمر حمزه لاعيبه المنتخب، وللاسف اتعورت في الخناقه دي، وكانت مع مدرب او الطرف الثاني كان مدرب المنتخب النسائي كابتن ممدوح فرج واولاده يعني. والعقوبات كانت كالاتي: تغريم اللاعبه سمر حمزه 50,000 جنيه، ايقاف ممدوح فرج مدرب المصارعه النسائيه لمده عامين وتغريمه 30,000 جنيه، ايقاف احمد ممدوح فرج لمده عام وتغريمه 20,000 جنيه، شطب اللاعب اسلام ممدوح فرج من سجلات المصارعه. وكمان لجنه القيم وجهت اللوم للاتحاد نفسه انه وصل الامور لكده، كانت لازم الدنيا ايه تتلم. نتمنى طبعا ان الامور تبقى هاديه، خاصه زي ما قلنا المصارعه عندهم بطوله العالم جايه. كل التوفيق طبعا للمصارعه.